أقسم بالله العظيم أن أراقب الله في مهنتي وأن أصون حياة الإنسان في كافة أدوارها في كل الظروف والأحوال بادلاً وسعي في استنقاذها من الموت والمرض والألم والقلق وأن أحفظ للناس كرامتهم وأستر عوراتهم وأكتم سرهم وأن أكون على الدوام من وسائل رحمة الله بادل الرعاية الطبية للقريب والبعيد للصالح وللخاطئ والصديق والعدو وأن أثابر على طلب العلم أسخره لنفع الإنسان